وهم يستعدون للاحتفال بعيدهم الوطني. يتحدث معلمون بصريون عن جملة حقوق ضائعة واستحقاقات لم تنلها غالبية الكوادر التعليمية والتدريسية حتى بعد إحالتهم على التقاعد. السكن والحماية والوضع المعاشي حقوق أصبحت صعبة المنالية في ظل حكومات لم تلتفت إلى المعلم طوال مسيرته التعليمية. المعلم هو أساس بناء المجتمع، هو حجر الزاوية في كل تغيير، يعني أجيال كثيرة مسؤول عنها، عن بنائها المعلم، وبالتالي يحتاج إلى وقفة جادة لتشريع قوانين ممكن أن تنصف المعلم بصورة حقيقية. هذا أقل ما يمكن أن تقدمه الدولة لهذا العملاق الذي ربى الأجيال. في عيد المعلم المعروف أنه الدولة تقدم هدية للمعلم، لكن في العراق تحديدا المعلم لازم يتظاهر ولازم يضرب ولازم يعتصم على مود ياخذ حقه. الدولة شنو انطت للمعلم بعيد ميلاده؟ انطت قطعة أرض، علاوة، ترفيع، شنو انطته؟ وفي مقدمة مطالب المعلمين زيادة نسبة تخصيصات الأراضي السكنية التي قالوا عنها أنها أقل بكثير من بقية الشرائح الأخرى، في الوقت الذي يتقاضى المعلمون رواتب متدنية تجعلهم عاجزين عن دفع بدلات إيجار السكن. نطلب العدالة لتحقيق هدف نقابة المعلمين. اليوم سمعنا كثيرا توزيع أكثر من 100,000 قطعة سكنية داخل محافظة البصرة، والمعلم لا يتجاوز 2% أو 3% من الاستحقاق التي وزعت لمختلف شرائح البصرة. فبالتالي اليوم المعلم يجب أن يكون في المرتبة الأولى. كل الكوادر التربوية حقيقة جاي تعيش ببؤس. أنا المتحدث هسانك بالك، أنا صالح 15 سنة أنا أجر بيت مؤجر، يعني أنا ما أمتلك بهذا الوطن شبر واحد يعني حقيقة يعني. فإذا كنت أنا ما أمتلك بهذا الوطن شبر واحد زين، كيف أنا أنطي عصارة جهدي، أنطي ما عندي، أنطي من عقليتي؟ وبدلا من التحضير للاحتفال المركزي بعيد المعلمة، تستعد الكوادر التعليمية إلى الخروج بتظاهرات كبرى للمطالبة بتوفير مستلزمات نجاح العملية التربوية، كتهيئة بيئة آمنة للمعلمة والالتفات إلى معالجة النقص الحادي بالمباني المدرسية والمناهج التعليمية. أثير العبادي، وان نيوز، البصرة.